السلام عليكم. لو انت عملت ريندر على الريفت من خلال الفي ري، فتقدر تحتفظ باكتر من لقطه، تقول له اتش وتحتفظ باي لقطه انت موجود فيها بحيث تسيف. تقدر تيجي هنا تعمل كومنت معين، تمام، بحيث ان انت تقدر تقارن. مثلا هنا مثلا غيرنا الماتيريال هنا هنا، طيب عايز اقارن بين لقطتين، فهاجي هنا اقول له كومبير هوريزونتال، واقدر اغيرها سواء افق او راسي، واقدر احرك المؤشر ده من فوق لتحت زي ما انا عايز. طيب انا عايز اقارن بين لقطه ولقطه، هقول له مثلا ان دي مثلا، هقول له ست ده خليها هي البي، تمام، واجيب لقطه تانية وليكن مثلا ديت، واقول له خليها هي الايه، فيبدا يجيب لي اللقطتين واقدر اقارن بينهم وابدا اشوف اني الافضل ليا واني اللي انا هستخدمها. ممكن مثلا تكون غيرت الشمس مثلا، او غيرت ماتيريال معينه، او غيرت اي حاجه، فتقدر تقارن بينهم وتشوف اني الافضل لشغل